مساءكم سعيد الغزالة ديالي، اهلا وسهلا بالدراري كالعادة اللي منوريني. اليوم البنات جبت لكم واحد الوصفة خطيرة بزاف بزاف ولأول مرة على اليوتيوب، وهي البانكيك بالمياه الغازية والماس. كيجي روعة البنات، مفشوش من الداخل وفيه فقاعات، كيجي لذيذ بزاف بزاف، واحد اللذة استثنائية. وصراحة بالنسبة لوليداتي فهو أحسن وصفة كنحضر لهم، تعجبهم هذا اللي كندير بو الماس، كيجي لذيذ بزاف بزاف. نتمنى أنه يعجبكم وينال رضاكم وتجربوه لوليداتكم، علاش لا. فأنا هنايا كنت كنزينو وغادي نقطع طريف صغيور لولدي، عاد كان واقف كيتسنى غير فوقاش يذوقو. نتمنى ان الوصفه تعجبكم وتجربوها. اذا بسم الله نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات اللي غنحتاجو، فعندنا بطل القصه اللي هو والماس، من الاحسن يكون في حراره المطبخ. عندنا غادي نحتاجو ربع لتر ديال الوالماس، يعني كاس ديال الوالماس كبير، كيف قلت لكم الاحسن تكون في حراره المطبخ. فانا كانت عندي من الثلاجه، واخا كانت النتيجه مزيانه ولكن بالاحسن تكون في حراره المطبخ. كيف كتشوفوا هذا هو الكاس اللي كنعبر به، هذا كيهز ربع لتر ديال ربع لتر ديال الماء او ديال السوائل. عندي هنايا جوج خمارات، اي ما يعادل 16 غرام ديال الخميره الكيماويه ديال الحلويات. عندي هنايا ثلاثه المعالق صغار كبار عفوا ديال الزيت، ممكن تعويض ديالهم معلقه ديال الزبده. عندي الفانيلا، ممكن تعوضي، انا عندي فانيلا سائله، ممكن تعوضوها بالفانيلا اللي كتكون غبره او سكر فانيلا. بالنسبه للسكر عندي 4 المعالق كبار ديال السكر، هذه هي الفانيلا اللي كنخدم بها انا، الروح ديال الفانيلا السائله كتعطي واحد المذاق زوين بزاف في البانكيك. وإلا ما عندكمش ماشي مشكل، استخدموا الفانيلا ديال السكر فانيلا او الفانيلا بودره. عندي دانون ديال الفاني، ماشي بالضروره دانون ديال الفاني، لكن عندكم دانون من نوع اخر ماشي مشكل. عندي هنايا جوج بيضات فقط، يعني بجوج بيضات غادي تحضري 14 بانكيكه. وعندي 10 المعالق عامرين ديال الدقيق، تقريبا زلافه كيف كتشوفوا، فهاد الزلافه هادي كتهز 250 غرام. الدقيق طبعا يكون منخول يعني مغربل للبنات. صافي هادو هما المكونات. غادي نحلو دابا والماس ونكبوها في الكاس ونبداو كنخدمو في المكونات ديالنا، او نخدمو في البانكيك ديالنا. فكيف قلت لكم كيجي روعه البنات، يعني كيجي زوين بزاف بزاف. فانا والماس كنخدمه في المطبخ ديالي في بزاف الحوايج، وكنت سابقا حطيت لكم واحد الكيك بوالماس وطبقوه البنات، بزاف البنات طبقوه وشكروني عليه، لان الوصفه كانت فعلا خطيره وجلديد بزاف بزاف. فغير جربوها البنات، جربوا البانكيك بوالماس وجربوا الكيك بوالماس، فما غاديش تندموا بتاتا، انا متاكده. اذا هنايا غادي نبداو نضربو بعدا كاين البيض مع السكر، فكندير غير ضرب يدوي ماشي بالضروره الضرب ديال الضو، غير ضرب يدوي نخدمو به. نهرسو البيض ديالنا ونديرو السكر ونضربو بيدينا واحد شويه، ومن بعد نبداو نضيفو بشويه بشويه المكونات الاخرى. بحال غنخدمو الكيك غير ما كنديروش الضرب الكهربائي، كنديرو غير بيدينا. فانا عند البانكيك والكريب كنخدمهم غير بيدي. نسيت هنايا قبصه ديال الملح عفوا البنات، فضروري قبيصه ديال الملح باش ما تجيش ديك الحلاوه هكاك ساقعه، ضروري قبيصه ديال الملح، فانا نسيت ما درتهاش، نتوما ما تنساوهاش البنات. اي حاجه غادي تكون فيها لاباتيسري من الاحسن تكون فيها واحد قبيصه الملح، قبيصه على قياس صبيعاتك كتهزي وكتضيفي. هنايا درت الفانيلا، دانون او ياغورت ديال الفاني، و الماس. كيف كتشوفوا ملي كنكبوا الماس داك الخليط كله كيطلع، وكنكب الدقيق، الخميره كيماويه،
صافي وكنحصل على عجين متجانس. هنايا المقله ديالي سخنات، خاصها تكون سخونه، من بعد كنقص العافيه يعني تكون موين باش يطيب على خاطره. ما تجهدوش عليه العافيه لانه كيطبق كيطيب من التحت ومن الفوق تيبقى خضر. فانا ما غنقطعش لكم من هذا الفيديو باش تشوفوا يعني حداش خاصو يبقى، يعني كديريه من التحت وكتبقاي كتصبري عليه وهو راه كيتسق بحال البغرير، يعني خصوصا انه هو فيه داك الولماس فكيتخرجوا فيه داك الفقاعات. فانتوما صبروا عليه، كيف كتشوفوه هو بدا كينشف من الفوق، وكيف كتشوفوا كنقلبها كنلقاها ذهبيه اللون من التحت او دوغي من التحت، يعني راه ناضجه مزيان وحتى من التحت حتى من سميتو راه طابت مزيان. فبزاف البنات تقول لك تقبل لي البانكيك وجا الشكل ديالو هكا، واش هكا كيجي؟ لا البنات، راه حتى حنا كيجينا من التحت هكاك، راه حنا كنقدمو على الفوق بل لان هذيك الطبقه الفوقانيه هي اللي المنظر ديالها كيكون زوين. اما هو فراه كيتقبل لينا حتى حنايا وما كيكونش متجانس من الفوق بحال الكيك كيكون متجانس من التحت. يعني هذا هو البانكيك هكا كيكون داير. هنايا حبه اخرى عاوتاني كبيتها وغادي نحل معكم وحيده تشوفوها بعدا، شوفوا كيفاش داير رطيطب وتيمشي معاك ما تيتهرس ما والو. غادي نحلها وشوفوها من الداخل، فكيبقى السمك ديالها حسب الرغبه. انا كنديرهم رقيوقي لوليداتي، الا كعجبكم غلاطين ما تدوزوش ديك المغرفه خليوها هكاك، انا كندوز المغرفه باش كنرققوه شويه. فانتوما ما ترققوهش، الا كيعجبكم غليظ ما ترققوهش خليوه غليظ، انا كنرققوه. وكيف كتشوفوا الفقاعات ما شاء الله كيجي روعه. كيف كتشوفوا انا كنرققو ملي كنكب بالمغرفه كندوز عليه المغرفه باش كيرقق ليا شويه وباش كنكبرو شويه. اللي كيعجبها غليظ يعني يكون غليظ ما تدوزش المغرفه، غير تكب صافي وتخليه يطيب على خاطرو. انا ترققو شويه لوليداتي. هاد الكميه البنات خرجت لي 14 حبه وراهم متوسطين، يعني ماشي صغارين او هذا، متوسطين. كيف كتشوفوا كندوز انا المغرفه، دائما تندوز المغرفه باش ما يبقاش غليظ. واللي تيعجبها غليظ كيف قلت لكم في الاول فتخليه ما تدوش عليه المغرفه بزاف. فكيف كتشوفوا مقطعت من الفيديو خليتكم تشوفوا يعني حتى الاخر، يعني باش ما يكون عندكم حتى شي عذر، حتى وحده ما تقول لي لا انا ما كيصدقليش ولا. فانا وريتكم كل شيء، يعني ما قطعت حتى شي حاجه من الفيديو. كيف كتشوفوا كنخلي واحد شويه فجهه التحتانيه راه دغيا كيطيب عليها لان كيكون ديجا طايب دغيا كيتحمر صافي وكنزولوه. هنايا بعد ما جهزته فغادي نحضر، غادي ندير المحمد امين لاباغ ديالو، غندير فيها نوتيلا، ندير طبقه فوق طبقه. ممكن ديروا شكلاط غير شكلاط دانيت، يعني تديري دانيت مع شويه ديال الشكلاط وكدوبيهم فوق العافيه وكدهني بهم وكديري طبقه فوق طبقه وكتحطيهم. ممكن ديري املو، ممكن ديري العسل، ممكن ديري اي حاجه كراميل. امينه بنتي كتحمق علي بالكراميل، فدابا هنايا كان الصباح بكري فهي كانت ناعسه فما صوبتش لا ديالها تتفيق وتصوبو، هي كتصوبهم بالكراميل. وانا ديالي درت فيها الجبن والعسل، درت فيها اون بول ديال الجبن، درت فيها شويه ديال العسل، جات غزاله بزاف بزاف بالجبن والعسل، جات واحد لاكونفيزيون فنه، واحد المزيج روعه روعه بزاف. نتمنى انها تعجبكم وتجربوها علاش لا. وكيف قلت لكم هنايا قطعت طريف لمحمد امين ونيت باش نوريكم الداخل كيفاش كيجي المنظر بحال شي طرطه. شفتوا كيفاش طبقه في طبقه في طبقه كيجي بحال شي طرطه زوينه. وكيف كتشوفوا الفقاعات، الاهم هو انه كيكون فيه الفقاعات بزاف بزاف.
محمد امين كيقول لي ماما الجديد الجديد الجديد. نتمنى ان الوصفه تعجبكم وتنال رضاكم وتجربوها لوليداتكم وحبابكم، ونتمنى اللي مازال ما اشتركتش في القناه تشترك وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد، لانني كنوعدكم بوصفات واعرين. غير انا ملي كنشوف المشاهده قليله فكنخبع الوصفات، كنقول حتى تكون المشاهده كبيره عاد نحطهم. فنتمنى انكم يعني تشرفوني بالزياره باش نعطيكم اكثر. الى اللقاء ان شاء الله، فيديو جديد وصفه جديده، ومع الف سلامه، أحبكم في الله.